ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معكم. انصدم عامر عندما وجد الحبوب فصرخ باسم نورسين وخرج من الغرفة ليبحث عنها، ووجدها تقف في المطبخ فأشار للخدم أن يذهبوا، ثم نظر إلى نورسين وتحدث بغضب: اهدأ. نظرت نورسين إلى شريط الحبوب وتحدثت بتوتر: أنا اللي باخدهم. وفجأة أسكتتها صفعة قوية على وجهها ثم سحبها، فركضت نادية إليه وتحدثت بلهفة: سيبها يا عامر، حرام عليك كده يا ولدي، ابعدي عني يا حجي، محدش لي علاقة، دي مرتي وأنا حر معاها. سيبني يا عامر. اقترب سيف منهم ثم سحب نورسين منه فاختبأت خلف نادية، وتحدث عامر: سيف انت تجننت، هتموت يا اخوي في يدك، حرام عليك، انتوا ما تعرفوش حاجة، هي مش عايزة تخلف مني وبتاخد حبوب منع الحمل. نظر سيف ونادية الى نورسين بصدمة، فتحدثت نادية: نورسين ايه اللي بيقوله عامر ده يا بنتي؟ نورسين ببكاء: مقدرش اخلف من واحد كل شوية ضرب وزعيق، مقدرش اجيب ابن يتحمل عصبية ابوه وتهوره، مقدرش اجيب ابن يتربى بعيد عن امه وابوه. عامر بغضب: اتجوزتيني ليه لما انت مش عايزة تخلفي مني ومش واثقة فيا؟ علشان بحبك، ما كنتش عارفة اني هتجوز سجان الصعيد. سجان الصعيد ده كان لقبك في الداخلية مش هنا، ما ينفعش تبقى السجان هنا، ما ينفعش كل حاجة تحصل تتعصب عليها، ولا ينفع كل موقف دراعك يكون قبل تفكيرك كده، احنا مش مزاجين عندك يا حضرة المقدم. عامر بعصبية: معناه يبقى مفيش عيشة معايا، اذا مش عاجبك العيشة معايا يبقى تلم هدومك وتروح على بيت اهلك، وورق طلاقك هتوصلك لحد عندك. يلا. نورسين بصدمة: لا مستحيل. نادية بفزع: انت بتقول ايه يا عامر؟ خلاص هي مش عايزة تخلف مني ومش قادرة تعيش معايا، يبقى كل واحد يروح لحاله. لا انا مش عايزة اتطلق، انا بحبك، واللي عملته ده علشان خايفة لو خلفت على ابني، بس انا بحبك والله. سيف هتروح الشركة وبعدها المصنع علشان انا رايح المديرية، وقبل ما تروح الشركة توصل نورسين على بيت اهلها. القى عامر كلماته وصعد الى غرفته وارتدى بدلته العسكرية وذهب وسط أنظار الجميع، فتحدث سيف بحزن: يلا يا نورسين. حاضر. صعدت نورسين إلى غرفتها وأبدلت ملابسها وذهبت مع سيف. أما في المديرية جلس عامر على مكتبه وبدأ يباشر عمله، وبعد مرور 5 ساعات دخل العسكري وأخبره أن امرأة تريد مقابلته، فأذن له بدخولها. فدخلت الفتاة وتفاجأ عامر عندما وجد هدى أمامه، فأشار للعسكري بالخروج وتحدث: كنت حاسس إنك هتيجي هنا. هدى بعصبية: أنت بتعمل كده ليه؟ أختي ذنبها إيه تعملها كده؟ إنها بتحبك؟ هو أنت كل شخص بيحبك تأذيه كده ليه؟ أنا ما أذيتش حد، أختك مش عايزة تخلف مني وأنا عايز وريث لعيلتي. لا أذيتني قبل كده لما ضحكت عليا وقلت لي إنك بتحبني، وبعدها أذيتني تاني لما سبتني واكتشفت انك كنت بتعمل كده علشان توصل لصاحبتي اللي هي بنت اكبر مجرم في البلد علشان تعرف تقبض عليه وتكسب المهمة، وبعدها اذيتني لما قتلت ادهم، هو الوحيد اللي كان هيخرجني من اللي انا فيه وكان هيخطبني، قتلته في اليوم اللي كان رايح يتقدم لابوي، ودلوقتي اتجوزت اختي وبتعذبها. انا عارفة انك ما كنتش بتحبني، بس انت عايز توصل لايه بعد كل ده؟ عامر بغضب شديد: انا ما قتلتش ادهم، ادهم كان اعز صاحب لي، هو صديق طفولتي، وانا اصبت ادهم بالغلط والله في المهمة اللي كنا فيها، انا ما كانش قصدي اضرب عليه هو الرصاص، ادهم كان اغلى حاجة عندي ودخل شرطة مخصوص لما عرف اني كمان هدخل شرطة، كنا بنعمل كل حاجة مع بعض، وبعد اللي حصل انا قدمت استقالتي، مش كل شوية تفكريني، وانا عارف اني غلطت معاكي كتير، بس انا ما كنتش بحبك علشان عارف ان ادهم بيحبك. ايوة ازيتك، بس ما قتلتش صاحبي بإرادتي. بس نورسين بتحبك، كفاية انها مستحملاك بعد كل اللي بتعمله فيها ده. مش عايز حد يحبني، انا عارف ما حدش هيقدر يستحملني.
انت رجعت الداخلية تاني، حاول ترجع عامر اللي كلنا نعرفه، اللي بيضحك وبيهزر ومش بيتعصب من كل حاجة، عامر اللي عنده رحمة بالناس. عامر بدهشة، انت بتكرهيني بتقولي كده ليه؟ عايزة تساعديني ولا تساعدي اختك؟ اساعدكم انتوا الاثنين، عايزك تبقى كويس علشان خاطر انا عارفة ان اختي هتبقى زينة طول ما انت زين. جاء عامر ليتحدث ولكن قاطعه دخول احد العساكر وتحدث. حضرة المقدم، سيادة الرائد سليم بيقول انهم عرفوا معلومات عن الغول. انصدمت هدى عندما سمعت هذا الاسم، فاشار عامر للعسكري بالانصراف وتحدث بحدة. يلا تفضلي امشي من هنا. هدى بعصبية، بتدور على الغول ليه؟ مش ده اللي دمر حياتنا كلنا؟ وبعدين مش كان مسجون؟ كان مسجون وهرب وخلاص بقى، امشي من هنا وملكيش صالح. واختك انا لا كنت هطلقها ولا نيله، انا كنت بضايقها بس وبالليل هاجي اخدها، بس هتخلف مني وغصب عنها وعن عيلتها كلها. حذري اختك يا هدى وقولي لها تتحاشى غضبي وبلاش حد يعرف حاجه عن كل اللي حصل ده. هدى بضيق، ماشي هدى اعتبري طلب، عايزك تبقي محامية الشركة وتساعدي سيف، أنا مش فاضي الأيام دي. هدى باستغراب، تمام هاروح له النهاردة، سلام. ذهبت هدى من مكتب عامر فجلس مرة أخرى على مكتبه وبدأ في مباشرة عمله والبحث عن المعلومات عن بعض المجرمين، حتى أنه لم يشعر بالوقت فنظر في ساعته ووجدها 10 مساء، فنهض من على مكتبه وأخذ سلاحه وهاتفه ومفاتيح سيارته وذهب. كان يقود سيارته بسرعة رهيبة، فالمعروف عن عامر السرعة مهما كان الوضع إذا كان متأخر أم لا. وانتبه عندما وجد صوت رنين هاتفه ينبه عن رسالة فقرأها وجاء لينظر إلى الطريق، وانصدم عندما وجد شاحنة قادمة تجاهه. حاول عامر أكثر من مرة أن يتفادى الشاحنة ولكن لم يستطع، فاصطدمت السيارة بالشاحن واجتمع الناس وحاولوا إخراج عامر من السيارة وذهبوا بسرعة إلى المستشفى. وأمام غرفة العمليات وقفت نورسين وهدى ووالدها ورأفت ونادية وسيف وأفنان وبعض الضباط يشعرون بالخوف والقلق الشديد، حتى خرج الطبيب فاقترب سيف منه وتحدث بلهفة. يا حكيم قل لي أخوي عامر كيفه؟ أخباره إيه؟ نظر الطبيب إلى رأفت بقلق ثم تحدث. مش عارف أقول لكم إيه غير إن حالته لحد دلوقتي مش مستقرة، من الواضح إن الشاحنة اللي خبطته كانت قصدة تقتله. رأفت بحدة، يعني إيه؟ اتكلم وما تقوليش كل ده، قل لي حالة عامر إيه؟ الطبيب بخوف، اهدى يا سيادة العميد، هو حالته لسه مش مستقرة لحد دلوقتي بس هيكون كويس ان شاء الله. القى الطبيب كلماته ثم ذهب، فجلست نورسين تبكي بشدة، فاقتربت منها هدى وتحدثت بحزن. هيكون زين ما تقلقيش. نورسين ببكاء، يا رب يا رب يكون زين، انا ما اقدرش اعيش من غيره، هو كل حياتي ما اقدرش اشوفه بيتألم كده. نظر رأفت إلى نورسين ثم اقترب من نادية التي كانت تبكي بشدة فتحدث بحزن. اهدي يا نادية، هو هيكون كويس. نادية ببكاء، ابني هيضيع مني يا رأفت، مش هقدر أعيش من غيره، يا رب يبقى زين. سيف بحزن، عمي مين اللي عمل كده؟ مين اللي قاصد يقتل أخوي؟ هو لسه ما بقالوش يومين راجع الداخلية، مين اللي عايز يقتله؟ يا سيف ما تقلقش، عامر هيكون زين واحنا لسه ما نعرفش مين اللي عمل كده، بس صدقني هنجيبه مهما كان فين. افنان بعصبيه، انا عايزه اخويا زين، ماليش علاقه بكل اللي بيحصل ده. التفت سليم لصوت افنان وسرح في جمالها، فحقا هي في قمه الجمال، وجاء ليتحدث ولكن قاطعه صوت رأفت وهو يتحدث. ما تقلقيش يا افنان، هو هيكون كويس، عامر كمان ابن اخويا وكمان انا جوز خالته، يعني انا بعتبره زي ابني واكتر كمان، وصدقيني هيكون كويس يا رب. طلبت نورسين من الطبيب ان تدخل الى عامر، وبعد وقت طويل وافق اخيرا فدخلت
ووجدته ممدد على الفراش والأجهزة الطبية محيطة به، ورأسه مغطى بشاش وبعض الكدمات والخدوش في أنحاء جسده. فظلت تنظر إليه، فحقا هو في قمة الوسامة وهو نائم بوجه هادئ بريء عكس شخصيته العصبية العنيفة. فلامست وجهه بأصابعها ثم مسكت يده وتحدثت بدموع: أنا بحبك، أنت إزاي كنت عايز تطلق وتسيبني؟ ما تعرفش أني مقدرش أعيش من غيرك، أنا بحبك قوي يا عامر، بحبك من زمان، ما تسيبنيش والنبي، أنا هموت وأنا بعيد عنك، والله بحبك وعارفة أن أكيد في حاجة حصلت خلتك كده، قوم يا عامر بقى. ظلت نورسين بجانبه تبكي بشدة حتى قاطع بكاءها صوت عامر وهو يتحدث بصوت ضعيف: أدهم سامحني. انتبهت نورسين لعامر ونهضت بسرعة وذهبت لتأتي بالطبيب، وبعد دقائق دخل الطبيب وفحصه وتحدث بابتسامة: دلوقتي أقدر أقول لكم حمد الله على سلامته. نورسين بسعادة: بجد يا حكيم، هو بقى كويس؟ الحمد لله، عامر بطل وقوي ومن الصعب ان حد يكسره، الحمد لله. دخل الجميع الى غرفة عامر وتحدث رأفت بابتسامة: حمد الله على سلامتك يا بطل. عامر بتعب شديد: شكرا يا فندم، بس انا عايز اخرج من هنا. ازاي يا اخوي، انت لسه تعبان، لازم تفضل هنا. ما عنديش وقت للتعب، ورايا شغل ولازم امشي. انا هاجي معاك مش هسيبك. حد قالك اني هسيبك تمشي؟ انا مرتي لازم تفضل جنبي. بجد انت عايزني افضل جنبك؟ نظر عامر اليها ثم وجه نظره لسليم وتحدث بضيق: سليم روح انت وسيف وخلصوا اجراءات الخروج. اوامرك يا فندم، احنا هنا اصحاب مش في المديرية. تمام، حضر نفسك انت بس يا بطل. ذهب سليم وسيف لينهوا اجراءات الخروج، وذهب عامر من المستشفى وصعد الى غرفته وهو يستند عليهم، ثم جلس على الفراش فاستأذن الكل بالخروج. وجاءت نورسين لتخرج فامسك عامر بيديها وتحدث: رايحة فين؟ نورسين بتوتر: هنام في الاوضة التانية علشان ترتاح هنا. في واحدة تسيب جوزها اللي كان هيموت وتروح تقعد في مكان تاني؟ بعد الشر عليك. جاء عامر ليتحدث ولكن قاطعه صوت رنين هاتفه الذي كانت تحمله نورسين، فتناوله منها وأجاب، وبعد دقائق أغلق الخط وألقى الهاتف بإهمال وبدأت على وجهه علامات الضيق. فتحدثت نورسين بتوتر: إيه اللي حصل؟ أنت كنت زين؟ أنا عايز نسكافيه، انزل اعملي لي. تمام هنزل. خرجت نورسين من الغرفة فأخذ عامر هاتفه واتصل بسليم ثم تحدث: سليم تقول لسيادة العميد يحط حرس على كل الموجودين علشان اللي عمل كده الغول، وهو مش هيسكت، وجالي تليفون تهديد دلوقتي. ظل عامر يتحدث لبعض الوقت ثم أنهى اتصاله ونام. فدخلت نورسين ووجدته غارقا في نوم عميق، فاقتربت منه ووضعت الغطاء عليه ثم قبلت جبينه بتوتر وخوف حتى لا يشعر بها ونامت بجانبه. أما في مكان آخر وبالتحديد في إحدى الفيلات الفخمة في الصعيد، جلس على الكرسي وهو يشعر بالغضب الشديد فتحدث: إزاي ما ماتش وخرج من المستشفى بسرعة كده؟ أنتوا إيه بهايم؟ سيادة المقدم لو فضل في القضية دي هيقتلنا كلنا. أنتوا ناسين إننا السبب في موت صاحبه، وهو لحد دلوقتي فاكر إنه هو اللي قتله. ما تقلقش يا به، كل حاجة تحت السيطرة، هنحاول تاني وتالت وعاشر لحد ما نخلص من ابن الساوي ونقتله. الغول بعصبية: انتوا فاكرين ان موته سهل؟ بس له، هو اصعب مما تتوقعوا. وبعدين فين اللي قلت لكم عليه اللي هيساعدنا؟ اشار الحارس الى الباب فدخلت هدى وعلى وجهها ابتسامة. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا، اتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. استودعكم الله، مع السلامة.